تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الكرام في تحديات صباح هذا اليوم مع سن الحجاج. نتابع ملخص أشواط سباق صباح هذا اليوم. الشوط الأول الرئيسي ذهب مع الشبابية بشعار سالم بسعيد بن كاسب المسافري، والتوقيت الزمني 5:55:06 من الثانية. تهانينا والناموس له على هذا الفوز. الشوط الثاني جاء للطام لسيب بن سالم بن شميل الراشدي ليهدي السلامات لاهالي ام غافه في توقيت زمني مقداره 5:53:06 من الثانيه. منطق تحضر مع الشوط الثالث لمالكها محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي 5:57:09 من الثانية هو توقيت منطق. أما الشوط الرابع فكان الموعد حاضرا مع سياف لعبد الله بن علي بن يمع الرميثي، والتوقيت الزمني 5:59:08 من الثانية. شوطنا الخامس تتقدم داناتي بناموس هذا الشوط لمالكها علي بن حمودة بن علي الظاهري، والتوقيت الزمني 5:58:01 من الثانية. الشوط السادس ياتي مبشر بناموس هذا الشوط لمالكها مطر بن مبارك بن مرخان، وتوقيت الزمني 5:59:06 من الثانية. الشوط السابع كان الموعد حاضرا مع الشايبة لمالك أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي لتهدي السلامات لأهالي العين، والتوقيت الزمني 5:56:07 من الثانية. الشامخ ينطلق في شوطنا الثامن لمالك سيب بن محمد بن خير المحرمي، وتوقيت الزمني 6:01:05 من الثانية. أما الشوط التاسع فكان الموعد حاضرا مع شوق لمالكها حمد بن نافع الشدي المنصوري، والتوقيت الزمني 6:01:03 من الثانية. الشوط العاشر الموعد أيضا مع اليمامة بشعار علي بن سيب بن كريب الكتبي، والتوقيت الزمني 5:58:06 من الثانية. أميرة تنطلق في شوطنا الحادي عشر، وتوقيتها الزمني 5:54:05 من الثانية. تهانينا للشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي. أما الشوط الثاني عشر فكان الموعد حاضرا مع ملهم بشعار الراعي بن سعيد بن راعي العفاري، والتوقيت الزمني 6:04 من الثانية. الشوط الثالث عشر من ومن انتزعت ناموس هذا الشوط لمالك عيد بن صغير بن قنون بن يراد الكتبي، والتوقيت الزمني 5:56:03 من الثانية. أما الشوط الرابع عشر فكان ضاري حاضرا في هذا الانطلاق لناصر بن غانم المنصوري، والتوقيت الزمني 5:57:02 من الثانية. أبروك تتقدم مع الشوط الخامس عشر لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، وتوقيت الزمني 5:56:04 من الثانية. الشوط السادس عشر يأتي الوفق بناموسي هذا الشوط بشعار علي بن سيب بن كريب الكتبي، والنقطة الثانية لأهالي المدام في هذا الصباح 5:57:01 من الثانية هو توقيت الوفق في هذا الانطلاق المتميز. طلة تتقدم في الشوط السابع عشر لمالك عبد الرحمن بن سيب بن غدي العرياني، و5:59:06 من الثانية هو توقيت طلة. نشوان يتقدم مع الشوط الثامن عشر بشعار راشد بن سالم بن خلفان الكعبي، والتوقيت الزمني 5:56 بالوفاء والتمام. أما رسمة جاءت أيضا بناموس الشوط التاسع عشر بالشكل الفريد والمتميز، والتوقيت الزمني 5:57 بالوفاء والتمام. تهانيا للمطار بن راشد بن مفتاح الشامسي. أما شوطنا العشرين فالكروان ينطلق بناموس هذا الشوط لمالك سالم بن محمد بن حزيم الفلاسي، و6:07 من الثانية هو توقيت الكروان. غناضة تنطلق في شوطنا الواحد والعشرين لمالك أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري، والتوقيت الزمني 5:56:05 من الثانية. هملول يحضر في الشوط الثاني والعشرين لمالك سالم بن سعيد بن غافان اليابري، وتوقيت الزمني 5:52:03 من الثانية. وهقا تنطلق أيضا مع الشوط الثالث والعشرين بشعار حمد بن راشد بن غدي الكتبي، وجاءت بتوقيت زمني مقداره 5:54:03
وست أجزاء من الثانية. أما الشوط الرابع والعشرين تضيف مرمرة بناموس هذا الشوط لمارك هسالم بن راشد بن غدير، وجاءت بتوقيت زمني مقداره 6:05 من الثانية. أما شوط الختام فكان الموعد حاضرا مع سيول لأحمد بن عيلان بن كراز السبوسي، والتوقيت الزمني 5:59.9 من الثانية. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا ومتابعينا الكرام في تحديات هذا السن، سن الحجاج على أرضية هذا الميدان. إلى هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا الصباح. تقبلوا تحيات الجميع، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.